جبهات الفضاء ستفتح على مصراعيها وستكون كبيرة جدا. سيكون هناك الكثير من الفرص للكثير من الأشخاص. مشروع أرتميس هو محاولة من ناسا والولايات المتحدة للعودة للقمر. هو متابعة لبرنامج أبولو، ولكنه برنامج أكثر استمرارية واتساقا. كل الأدوات الفضائية لديها القدرة على أن يتم استخدامها بشكل عسكري. أسهل مثال هو الأقمار الاصطناعية التي تستخدم للتجسس. في ثغرات قانونية حتى في هذه المبادئ الحالية تتعلق مثلا بالتملك القومي أو باستخراج المعادن من القمر أو الأجرام السماوية الأخرى. استهلك بنو البشر في السنوات الماضية موارد الأرض حتى شارف الكثير منها على النضوب، وبات البحث عن مصادر أخرى لضمان استمرارية الحياة أمرا لا مفر منه. فاتجهت أنظار العلم نحو الفضاء الخارجي وما يحويه من مفاجآت وفرص محتملة للحياة. فهل يصبح الفضاء موضع صراعات وحروب بين الدول مثل الأرض؟ 5 4 3 2 1 0 بحثا عن حياة جديدة في السماء، ينطلق رجال الفضاء ليضعوا الخطوة الأولى في مشروع إنشاء أول مستعمرة بشرية على سطح القمر. هذه أول تجربة إطلاق لحساب شركة فضاء خاصة في يونيو عام 2020، شركة سبيس إكس، وتعد جزءا من برنامج يهدف للوصول إلى القمر بحلول عام 2024. تكمن أهمية هذا الإطلاق في كونه مثابرة أمريكية للهيمنة على الفضاء الخارجي. لكن هل يعد ذلك قفزة تقدم للجنس البشري؟ أم أنه تأسيس لعصر جديد تتسابق فيه الدول لاستغلال موارد الفضاء اقتصاديا وسياسيا، فيتحول الفضاء لساحة معارك عسكرية بين الدول؟ هل الحرب القادمة فضائية؟ وإن كانت كذلك، فمن هم أطرافها؟ وما هي أسلحتهم؟ الأقمار الاصطناعية الشبحية، أسلحة الليزر المدارية، الصواريخ المضادة للأجسام الفضائية، كل ذلك لم يعد خيالا علميا، فحروب الفضاء دقت نواقيسها. فمن سيدخل هذه الحرب؟ ومن الذي سيربحها؟ جبهات الفضاء ستفتح على مصراعيها وستكون كبيرة جدا. سيكون هناك الكثير من الفرص للكثير من الأشخاص. فلا أعتقد أن الفضاء سيكون تحت سيطرة روسيا وأمريكا أو حتى الصين. نحن على أعتاب ثورة. الأمر يشبه إنترنت في التسعينات. الناس بدأوا في العمل في الموضوع ولا يمكنك معرفة ما سيحدث، ولكنه سيكون عملاقا. في الخمس سنوات الأخيرة تغيرت الإدارة الأمريكية وتغيرت سياساتها بالكامل مع وصول الرئيس دونالد ترامب، والذي قرر أن تعود الولايات المتحدة إلى المجال الفضائي عن طريق ناسا ووكالات حكومية أخرى. لكن هذه المرة ليس من أجل تحقيق التقدم العلمي فقط، بل من أجل السيطرة العسكرية والسياسية على الفضاء. الفضاء، الكثير من الأمور تحدث في الفضاء. الفضاء هو أحدث ساحات القتال في العالم، ويعتبر تهديداً كبيراً لأمننا القومي. التفوق الأمريكي في الفضاء هو مسألة حيوية جداً. نحن في الريادة، ولكننا لا نقود بشكل كاف، لكن قريبا جدا سنقود العالم بفارق كبير. القوات الفضائية ستساعدنا في ردع أي عدوان، وسنسيطر على الجبهات العليا. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القوات الفضائية كأول هيئة عسكرية لبسط النفوذ الأمريكي في الفضاء يجعل من مشاهد أفلام الخيال العلمي وحروب النجوم واقعا ملموسا. لكن الولايات المتحدة ليست اللاعب الوحيد في هذه الساحة، فبالطبع هناك المنافس التاريخي لها، روسيا، التي كان لها السبق في الوصول إلى الفضاء الخارجي في تنافس محموم على الريادة بينها وبين الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي. الصين أيضا تلوح في الأفق ببرنامج فضائي عسكري عملت على تطويره بشكل سري في السنوات القليلة الماضية. وطبعا هناك اللاعبون الجدد كالهند
التي قامت بتجربة برنامج فضائي عسكري مضاد للأقمار الصناعية في عام 2019. الصين دخلت في تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية عام 2007. روسيا قامت أيضا ببعض التجارب لتكنولوجيا أرضية فضائية وقامت بتجربة صواريخ مضادة للأقمار الاصطناعية. الولايات المتحدة هي الأخرى قامت بنفس التجربة. لذلك علينا الاعتراف بأن الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية موجودة لتبقى. وحتى مع بزوغ قوى دولية وإقليمية فضائية جديدة، تظل الولايات المتحدة هي صاحبة الريادة في هذا المجال، والتي تسعى عن طريق إدارة الرئيس ترامب أن تفرض تفوقاً نوعياً في المجالات العسكرية والأمنية الفضائية. الإعلان عن مشروع القوات الفضائية صاحبه إعلان آخر من وكالة ناسا لبرنامج أرتميس، والذي يهدف إلى وصول الولايات المتحدة للمرة الثانية للقمر بحلول عام 2024 والبقاء هناك. So the Artemis program is the attempt by NASA by the United States. مشروع أرتميس هو محاولة من ناسا والولايات المتحدة للعودة للقمر. هو متابع لبرنامج أبولو، ولكنه برنامج أكثر استمرارية واتساقا. هو مصمم ليعود بأمريكا مرة أخرى إلى القمر والبقاء على القمر. برنامج أرتميس الفضائي أتى بمسودة لاتفاقيات فضاء جديدة أطلقتها الولايات المتحدة بنفس الاسم، اتفاقيات أرتميس، ليصبح مشروع سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الفضاء مؤطراً بشكل قانوني. اتفاقيات أرتميس هي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية اللي راح تبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في برنامج أرتميس. نص الاتفاقيات لم ينشر بعد، ولكن ناسا قامت ب 15 مايو 2020 بنشر المبادئ الرئيسية اللي رح تشكل أسس هذه الاتفاقيات. المبادئ اللي نشرت تحت عناوين عريضة وغير مفصلة، ولكن لحد ما تستمد من معاهدة الفضاء الخارجي 1967 ومعاهدة الفضاء الدولية الأخرى. مسودة اتفاقيات أرتميس أثارت قلقاً في الأوساط القانونية والدولية، لأن نصوصها لا تشير بشكل قاطع إلى وقف ومنع عسكرة الفضاء، بل إن البعض وصف الاتفاقية بأنها تمهيد قانوني لعسكرة الفضاء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. المبدأ الأول من المبادئ اللي نشرت بتنص على أنه جميع أنشطة برنامج أرتميس لازم أنها تتم لأغراض سلمية فقط. المبدأ هذا طبعاً مستمد من معاهدة الفضاء الخارجي، ولكن المشكلة بالمبدأ هذا هي في المعاهدة بحد ذاتها، لأنه مصطلح الأغراض السلمية غير معرف، وبالتالي كتير صعب تحديد شو هي الأنشطة اللي ممكن أنها تقع تحت خانة هذا المصطلح أو لا. لكن بالرغم من غموض بعض المصطلحات، فإن مبادئ أرتميس حتى الآن تعتبر امتداداً لمعاهدة الفضاء الخارجي وتثبيتاً لنوايا الولايات المتحدة السلمية، لكن التثبيت ينفيه على أرض الواقع قرار الرئيس ترامب إنشاء القوات الفضائية العسكرية كأحد أضرع الجيش الأمريكي. العنصر المهم هنا هو أن الاستخدامات السلمية مقصود بها غير الهجومية، وبالتالي التكنولوجيا العسكرية الدفاعية مسموح بها طبقا لذلك. أقمار التجسس على سبيل المثال تعد استخداما سلميا كوسيلة دفاع، فأنت تجمع المعلومات للتأكد من أنه لن يهاجمك أحد. هذا هو الاتجاه العام فيما يخص الاستخدامات السلمية. ما تهدف إليه الاستخدامات السلمية هو منع العدوان. قدرات الولايات المتحدة الأمريكية العلمية والعسكرية فرضت نفسها على أرض الواقع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فسيطرت على المجال الفضائي وقامت بالفعل بعسكرته بمجرد دخولها للحرب الباردة ضد روسيا. كل الأدوات الفضائية لديها القدرة على أن يتم استخدامها بشكل عسكري. أسهل مثال هو الأقمار الاصطناعية التي تستخدم للتجسس. المرء قد يجادل ويقول إن هذا استخداماً سلمياً، لكن الحقيقة أن الأقمار الاصطناعية تستخدم أيضاً في تصويب الهجمات الصاروخية. لكن على ما يبدو أن المجتمع الدولي متقبل أن الفضاء إلى حد ما يستخدم بشكل عسكري. المشكلة الحقيقية تكمن في تسليح الفضاء الخارجي، هذا ليس مقبولاً. أنال،
أيضا تعتقد أن اتفاقية أرتميس ليست تأكيدا على قوة الولايات المتحدة الحالية وحسب، بل إنها نقل لعملية عسكرة الفضاء القائمة بالفعل إلى المرحلة التالية، عن طريق خلق مناطق نفوذ وسيادة سياسية في الفضاء يتحتم على الولايات المتحدة حمايتها باستخدام القوى العسكرية. المسؤولون الأمريكيون قالوا إن مناطق الأمان هذه ليست محاولة لفرض أي سيادة إقليمية على القمر، ولكن هذه المناطق يبدو أنها خاضعة للسيادة بشكل حصري لشركات أو دول بعينها. هذه هي المشكلة. المشكلة الثانية هي كيف سيتم حمايتها. الآن إدارة الرئيس ترامب أعلنت منذ شهور قليلة عما يسمى القوات الفضائية، على ما يبدو أن هذه القوات ستلعب دورا ما في حماية مناطق الأمان. الفارق بين عسكرة الفضاء وتسليح الفضاء كبير. الخطر الحقيقي يكمن حتما في تحويل الفضاء الخارجي لساحة اقتتال بين الدول تستخدم فيها أسلحة طورت خصيصا لهذا النوع من الحروب. المتفائلون ينفون إمكانية حدوث هذا الاحتمال. فيما يخص عسكرة الفضاء، إذا كنت تقصد أننا سنرى نجوما مدمرة أو محطة فضاء مدججة بالسلاح، فلا أعتقد أن هذا سيحدث. ما أظنه هو أن الاستخدام العسكري جزء من نسيج النشاطات الفضائية، لأن الفضاء هو أمر مهم جدا لتحديد المواقع وأنظمة التتبع. الجي بي اس هو في الأساس اختراع عسكري. الفضاء سيتحول ليكون شيئا محفزا للاقتتال العسكري، لكنه لن يتحول لساحة للقتال. يعزز وجهة النظر تلك صعوبة استخدام الأسلحة الاعتيادية في الفضاء لأسباب لوجستية وعلمية بحتة. فالفضاء عبارة عن فراغ يخلو من الهواء أو الأكسجين اللازمين لإشعال وقود الصواريخ أو إطلاق الرصاص والقنابل العسكرية، لكن النار والبرودة ليسا الطريقة الوحيدة لإحداث دمار عسكري. أنا أعتقد أننا بشكل كبير ننظر إلى أنظمة الإعاقة التكنولوجية، وبالتالي التدخل السبراني أو تكنولوجيا التشويش أو حتى تضليل الأقمار الاصطناعية باستخدام الليزر هي السيناريوهات الأكثر احتمالا أن تحدث عوضا عن التدمير المباشر. هي إذن مسألة وقت قبل أن تتحول المعارك العسكرية إلى صراعات يستخدم فيها الأقمار الاصطناعية والهجمات السيبرانية، وإن كانت هناك بعض الإشارات التي تدل بالفعل على بداية عصر حروب الفضاء. لكن الدب الروسي لا يقف متفرجا، فتأخر روسيا عن الركب العلمي والعسكري للولايات المتحدة لم يزدها إلا إصرارا على اللحاق بها، أو على أقل تقدير وقف التقدم الفضائي الأمريكي والغربي. فعلى الصعيد السياسي، انتقدت وكالة الفضاء الروسية مشروع أرتميس بالكامل، وقالت أنه محاولة لخصخصة الفضاء وحرمان بقية دول العالم من الدخول إليه، بالإضافة إلى انتقاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لسياسات الولايات المتحدة وحلفائها المتعلقة بتسليح الفضاء. خطة الولايات المتحدة وفرنسا ودول الناتو ككل لوضع أسلحة في الفضاء الخارجي تتحرك للأمام. نحن مقتنعون أنه ما زال بإمكاننا تطوير أسس وقواعد مقبولة من الجميع لمنع أي مواجهات عسكرية في الفضاء الخارجي. أما على أرض المعركة، روسيا تفعل عكس ما تقول. فالرئيس فلاديمير بوتين سبق الولايات المتحدة في إعادة تأسيس القوات الفضائية العسكرية الخاصة بروسيا في العام 2001. في عام 2018 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن اكتشافها لنشاط مشبوه لـ
بقمر اصطناعي عسكري روسي، وصفته بأن له قدرات وخصائص تسليحية، وأن القمر الروسي كان يقوم بعمليات بالقرب من أحد أهم أقمار التجسس الأمريكية. وفي العام 2020 أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والأمريكية بأنهما رصدا أنشطة مشبوهة لنفس القمر الاصطناعي مرة أخرى، مؤكدة وجود خصائص تسليحية عليه، واعتبرت ذلك تجربة تسليح فضائية يجب على روسيا أن توقفها فورا. هذا التطور جعل الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن حلفاء لمشروع أرتميس تحتفظ هي وحدها بحق اختيارهم للتوقيع على هذه الاتفاقيات. بالتالي تستثنى كل الدول التي تراها الولايات المتحدة عدوة من المشاركة في هذا البرنامج، بل وأن اكتشاف مناطق بعينها في الفضاء قد يصبح حكرا فقط على شركاء برنامج أرتميس. الغرض من اتفاقيات أرتميس هو أن تقوم الولايات المتحدة بعقد معاهدات ثنائية مع الدول التي لها نفس طريقة التفكير الأمريكية، مثل اليابان والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الأوروبية، لكن ليس مع روسيا. 3, 2, 1, fire. خبراء قانون الفضاء يعتقدون أن الولايات المتحدة تحاول تجاوز الأمم المتحدة عن طريق توقيع اتفاقية أرتميس مع الدول الحليفة بشكل ثنائي وبعيدا عن أروقة الأمم المتحدة البيروقراطية. المثير للقلق أن التوجه الأمريكي هذا بمنع الدول النامية من المشاركة في برنامج أرتميس أو برامج أخرى، وممكن يسبب أزمات مع الدول الناشطة الأخرى مثل روسيا والصين. وبالفعل روسيا أدانت برنامج أرتميس أو بالأحرى اتفاقيات أرتميس على أنها محاولة أمريكية لإعادة صياغة القانون الفضائي الدولي لصالحها. بريطانيا المرشح الأول لتكون شريكا في برنامج أرتميس، بالرغم من كونها قوة اقتصادية وعسكرية عظمى في العالم، إلا أنها لا تمتلك برنامجا وطنيا للفضاء، وبالتالي اعتمادها على حلفائها الاستراتيجيين كالولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أمر لا مفر منه. حكومة المملكة المتحدة دائما ما كانت محافظة قليلا حينما يتعلق الأمر بإطلاق أشياء إلى الفضاء. قديما في السبعينات الحكومة بالفعل طورت مركبة إطلاق فضائية كانت تسمى السهم الأسود، وبالفعل نجحت ووضعوا قمرا صناعيا في المدار، ثم قامت الحكومة بإلغاء البرنامج. أما أغلب الجهود البريطانية في المجال الفضائي تدور حول تصنيع وتطوير الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الأبحاث الفيزيائية الفضائية في بعض الجامعات والمعاهد الأكاديمية، لكن ما يزال يغيب عن خارطتها أي برنامج لاستكشاف الفضاء واستعماره. أنا أعتقد أنه من المبكر جدا للمملكة المتحدة أن تفكر في هذا الأمر. قطاع الفضاء في بريطانيا طموح والحكومة تستثمر فيه. أعتقد أن ما لدينا يعد صغيرا، ولكنه صناعة فضاء متخصصة وتطمح في التوسع. المملكة المتحدة مهتمة بالتوسع في الصناعات الفضائية ومراكز التحكم الفضائي. لن أنبهر إذا رأيت فعلا أن هذا القطاع بدأ في إطلاق جناحيه رويدا رويدا والانغماس في العمل في برنامج أرتميس والمشاركة فيه. الدول العربية سيكون لها أيضا نصيب من المشاركة في برنامج أرتميس الفضائي. بشكل عام جهود الدول العربية في مجالات الفضاء متواضعة نسبيا، إلا أن الريادة في العالم العربي في الوقت الحالي هي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستكون أحد الأطراف المشاركة في برنامج أرتميس. الإمارات استثمرت جيدا في مجالات علوم استكشاف الفضاء في آخر 10 أعوام، حتى استطاعت أن تقوم بإرسال أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، بالإضافة إلى إطلاق مسبار الأمل، أول مسبار فضائي عربي لدراسة واستكشاف كوكب المريخ، والذي من المقرر له أن يهبط على سطح المريخ في فبراير من عام 2021. وبالرغم من الكثير من النقاط الجدلية التي أثارها مشروع أرتميس والمتعلقة بعسكرة وتسليح الفضاء، إلا أن البرنامج له جوانب إيجابية عديدة فيما يتعلق بالنشاطات الفضائية، سواء مسألة بناء مستعمرة بشرية على القمر أو حتى خلق صناعة جديدة وهي صناعة التعدين الفضائي
لاستخراج المعادن الهامة والنادرة من الأجرام الفضائية. لكن لمن تؤول ملكية هذه الموارد؟ في الوقت الحالي القانون الدولي غير واضح فيما يخص استغلال موارد الفضاء، والمقصود بذلك هو استخراج المعادن من على الأجرام الفضائية أو القمر أو حتى النيازك. المادة الأولى من معاهدة الفضاء الخارجي تنص على أن الفضاء الخارجي لا يمكن للدول تملكه. سيطلب من الدول الشريكة لاتفاقيات أرتيمس الحفاظ على الشفافية من خلال وصف سياساتها وخططها الخاصة بطريقة شفافة، وتقديم المساعدة الطارئة للمحتاجين هو حجر الزاوية لأي مبرمج مسؤول في الفضاء المدني. وبالرغم من أن صياغتها القانونية بها بعض الثغرات، إلا أنها حتما خطوة كبيرة تجاه استكشاف الفضاء واستغلاله للصالح البشري، إذا ما استطاع البشر تجنب أي حروب فضائية قد تكون كلفتها أكبر مما تستطيع الطبيعة تحمله. من مراجعة المبادئ المنشورة الآن بيقدر الواحد يحكي على أنها بالفعل بتقوم على تعزيز بعض المبادئ الرئيسية في القانون الفضائي الدولي، ولكن ما بيقدر الواحد ينفي أنه في ثغرات قانونية حتى في هذه المبادئ الحالية بتتعلق مثلا بالتملك القومي أو باستخراج المعادن من القمر أو الأجرام السماوية الأخرى. استكشاف واكتشاف الفضاء وتطويره بشكل آمن أم السيطرة على موارده عسكريا خطوات تحددها دول النفوذ في الأرض، فلابد من ردم الثغرات القانونية المختلف عليها للعبور إلى الغد. من بوابة العلم سيدخل المقتدرون أولا، وبسلطانه سيحكمون الفضاء. انذار لكل من يظن بأن الغد ما زال بعيداً.